لأول مرة في مصر أنت وبس. أنا الفاشن ديزاينر رغدة هلال، منورانا يا رغدة. Thank you very much الأول، ونورتونا طبعا في الفاشن شو. هي الانسبيريشن بتاعت الفاشن شو كلها جاية مستوحاة من اللون الأبيض. حتى لو خدتي بالك كل الفساتين بتاعتي كانت very colorful، والفينال كان بفستان وايت ويدنج، مع اني مش عامله فساتين الويدنج خالص بيضاء. ده اول مره اعمل فستان ابيض في الكولكشن بتاعتي، لان انا بحب اجدد اكتر، بحب اخرج بره اطار العادي، يعني بالذات في الويدنج زهقت من الفستان الابيض. زي ان انا كانت الفساتين بيضاء بس لاير بيرفلكت لون من الالوان التانية، واستخدمت كل انواع التطريز والكريستلز واللولي بالذات، كلهم الوان. فالفساتين الافراح عندي كانت ملونه، ما كانتش بيضاء، هو فستان واحد بس اللي كان ابيض، ده اللي كان فيه الفينال. الكولكشن كلها مستوحاه من الابيض. الكولكشن بتاعتي كانت 15 فستان، almost 80% من الدريسز، يعني تقريبا 8 دريسز كانوا كلهم بانتير، كنت انا اللي رسمهم بايديا، كلهم كانوا من قماشه بيضاء خالص وانا اللي رسمتهم بايديا، وفساتين الويدنج وفستانين بالظبط، اللي كانوا 4 فساتين بالظبط اللي كانوا قماشه فيها تطريز قماشه مرسومه. وهي الكولكشن كان فيه ستايل ارتستيك شويه، فهل ده انت هتعتمديه بعد كده ولا ده الستايل بتاع الكولكشن الجديد بتاعك؟ بصراحه هي كل كولكشن بتيجي بالروح بتاعتها، يعني كل كولكشن بتيجي بالروح بتاعتها، فما اعتقدش ان انا هعيد حاجه تانية، بس هي كانت الكولكشن دي روحها كلها بهجه وسعيده، يمكن عشان داخلين على ربيع، او يمكن علشان تبقى نفحة امل زي ما بيقولوا. انت وبس .com. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري.